بكم بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات أردنية وكما عودناكم باستضافة نخبة النخبة من رجالات هذا الوطن للحبيب رحبوا معي بالدكتور أمين صواني في البداية سعد مساء أهلا وسهلا بكم بتشرفونا وأحنا منرحب بمثل هؤلاء الشباب والصبايا المثقفين المتعلمين اللي هم حاطين نفسهم طاعة لخدمة الوطن وأبناء الوطن تعرفني وتعرف أستاذ المشاهدين بنبذة بسيطة عن حياتك يا ستي أنا في البداية بعد الثانوية جاني منحة مكان في جامعات في بيت لحم في رام الله يا ربي في القدس يعني هناك فدرس سنتين بعثة وبعد السنتين عينت أستاذ درجة تاسعة وبعد ذلك انتسبت إلى جامعة دمشق في أي عام؟ في بالسبعينات وهناك اخذت مبحث تدريس تربيه اللغه الانجليزيه وطبعا اثناء وجودنا هناك يعني واجهنا عده شباب وشابات في الجامعه وكان في نقطه علاقات اخويه صادقه والشعب السوري ذواق وبحب الشعب الاردني واحنا يعني ما شاء الله اينما وجد الشاب او الشاب الاردنيه يلمع انتمائه إلى وطنه وإلى بلده وإلى إيش العائلة الهاشمية التي هي سقف ومخيمة على البلد فأثناء اثناء طبعا الامتحانات لا بد هناك في بريك وبعد البريكات طبعا يكون في لقاءات وديه ما بين الشباب الاردني وما بين بعض الشباب الشابات السوريات وكل من الطرفين يعطي مجالا لاعطاء فكره موجزه عن اهميه بلده وعن الوضع الاقتصادي او المادي بالاضافه الى قيمه الثقافه الموجوده في الاردن انها ثقافه غريزه جدا وهي متجذره عند عقول الشباب وخاصه الشباب القدماء الان اصبحوا في ريع السبعينات او الثمانينات. فبعد ذلك كانت تكون صداقات متينة وعلاقات أخوية جدا يسر الطالب الأردني والطالب السوري أو الطالبة السورية ومن هنا كانت تنشأ يعني مودة محبة بين الأطراف وتصبح العلاقات عن عبارات علاقات إنسانية أخوية منقول عنها سورية أردنية فكل الاعتزاز صحيح ل الأساتذة والدكاترة اللي درسونا في ذلك الوقت وكانوا فعلا يعني يعطونا كل شيء مهم في المادة وخاصة لما يعرفوا أن الطالب الأردني يمتاز بإتقان اللغة الإنجليزية على دورنا كان اللغة الإنجليزية عندنا من الخامس ابتدائي عندهم كان من السابع فهم كانوا يعني يبنوا علاقات على أساس يمكن أن تكون علاقة حتى يستفيد منها إيش الطالب السوري أو الطالبة إيش السورية مم. ومن هذا المبدأ نشانا يعني درسنا بحدود يعني أربع إلى خمس سنوات وتكملت وبعد ما كملت طبعاً كنت أخذ إجازات سنوية شهرين أو ثلاث حتى أسكن هناك وأكمل بعض المواد اللي أنا ما كملتها شونا ثم نعطي مجال واسع يعني للارتباط مع الشباب السوريين والاخوان السوريين وكل واحد من الاخر كان تقريبا يعطي نبذه بسيطه عن الماده ايش بدرسها ومن هنا كان في علاقه ثقافيه ودراسيه وعربيه بين دولتين عربيتين وكل واحد كان ينقل الطرف الايجابي الى الموجود في بلاده وخاصه في الدراسات التربويه. ما هو سر النجاح وتميز الدكتور امين؟ والله سر النجاح بتصور انه كل انسان في هدف معين عندما الانسان ينطلق من المرحله التوجيهي لابد هناك من افكار ربما تكون منغرسه في افكاره منذ الطفوله. انا بقيت اعشق التدريس وانا يعني بعدني ما وصلت للمرحله التوجيهيه امثل دوري انه كمعلم انجليزي وحبيت المادة فعلا ودرستها إلى أن كملتها وبعد التكملة واصلت إلى دبلوم بعد في جامعة اليرموك ثم إلى ماجستير والانطلاق إلى ترتيبات شهادة ايش؟ الأعلى فلذلك هذا كان طموحي أن أكون معلم وليس إلا لبناء نفسي أولا ثم لبناء أسرتي فيما بعد فيما لو قسمت الظروف وتهيأت الظروف المناسبة إلى أن الإنسان يكون أسرة ناجحة من أطفال من بنات من صبايا وعلاقة وسيمة مع الزوجة المستقبلية وهكذا وصلنا إلى هذه المرحلة الآن بعد ما تقاعدنا كان في محد في الصريح كنت أنا يعني في المركز مسؤول عن المركز التعليمي انا وصبيه بس رحمه الله عليها وطبعا نكون مجموعات مختلفه من التدريس على اساس في طلاب كانوا يدرسوا في الجامعه او طالبات ومن تلك المنطقه انطلقنا كمان انا بالنسبه لي يعني عن طريق المركز تعرفوا علي شباب او اهالي شباب جامعة اليرموك الاساتذه، مم. كان لهم هناك مسكن في القرب من المؤسسه العسكريه قديما، فانشهرت هناك بين الطلاب الأساتذة وكنا ندرس خصوصي انا ومجموعه من الزملاء، والحمد لله كنا يعني مسترحين جدا، وبفتخر برساله التربيه اللي هي احنا منها وانتو طبعا لولا رسالة التربيه الانسان ما وصل الى المركز ايش والهدف اللي بده فالصحيح انا بفتخر بالرسالة لأني قمت بجهود الله أعطاني إياها كهبة وبركة من رب العالمين أن أخلص في عملي وكنت مخلص في التدريس جدا وكان في يعني أمل أني أصل أكثر من هيك لكن الكل واحد له يعني شأن في الحياة لمدة معينة ف الشباب او بعد ما خلصنا الجامعه ودرسنا عده شباب، الان بفتخر في شباب كثير من الشباب والطالبات في العلوم والتكنولوجيا، منهم عمداء بعض الكليات، ومنهم اساتذه دكاتره عاديين، ومنهم دكاتره اصحاب عمل في البلد، وكل واحد من هالشباب يعني لما التقي انا وياه احس انه يمثل واحد من الاسره. يعني يحيي الاستاذ عن فكر عن ضوء عن مهارات انه هذا استاذي فاحنا كنا نفتخر بهاي النبذه انه الانسان يلقى طالب من طلابه ويقبل استاذه ويحترم استاذه وهذه هي اصلا هو الهدف تبعنا انه نزرع بذره والبذره تصبح زهره والزهره تثمر وكنا نشبه الطالب بغرسه بذره ثم زهره ومنقول الانتاج اما ورده واما اي هدف اخر في حياته نعم. وهذا كان يعني اعتزاز بالتربيه والتعليم اللي ثقفتنا وعلمتنا كيف ممكن نكون منتمين الى الوظيفه بشكل مرضي للجميع نعم. ما هي رؤيتك المستقبليه والله رؤيتي المستقبليه الان انا في الوقت الحاضر تقريبا شبه اني مكمل الرؤية المستقبلية لأنه كنت أنظر إليها وأنا في التدريس فطبعا في البداية آه لا بد أن الإنسان كطالب بعد ما يتوظف يمتهن مهنة معينة ثم ينطلق إلى الوظيفة والوظيفة من شأنها تأسيس إيش المستقبل للإنسان والحمد لله آه شاءت الظروف أنه نتعرف على آه بنت محترمه، بنت ناس ممتازه وهي معلمه وكثير يعني منكن إلها كل تقدير واحترام والها الباع الطويل والها الجهد الكبير اللي كانت تدعمني في الدراسه وفي اي مشروع ايش بدي انا. فلذلك آه اللي بقوله انا بعد ما الله اعطانا هذه النعمه و رحمة من رب العالمين وفقنا في حالة الزواج ومن هنا ننطلق شو ما هي رؤيتنا كانت رؤيتنا أنه بناء أسرة ناجحة تربوية دينية روحية وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى كما رزقنا شاب واحد الآن اسمه أشرف طبعا ابن الكبير فيش إلا هو وهو مهندس الآن يشتغل في الإمارات وزوجته كمان متعلمة معه هناك بالإضافة لذلك كان رؤيتنا نعلم أهم شيء يعني البناء كثير كانوا من الشباب أو الأقارب أو الأصدقاء أو اللي بيعرفوك شو كم عمرت شو سويت شو كذا وأنا كنت في الإمارات بالسابق قلت والله عمرت أنا أربع بنايات أربع فلل قال شو هن الفلل قلت لهم الفيلا الأولى المهندس أشرف الفيلا الثانية بنتنا كمان الثانية رقم اثنين كملت دراسة كلية أحياء في اليرموك وكانت بامتياز وعينت معلمة ثم بنت أخرى اسمها ميساء وكانت ذكية جدا أيضا والأولى أخذت بسبب اجتهادها وممارستها الصحيحة اجتازت منحة على حساب وزارة التربية والتعليم بالإضافة لذلك نعم عليك البنت الأخرى ميساء الحمد لله وصلت الى درجة جامعية كويسة وهي استطاعت انها يعني تحصل على شهادة الكيمياء ولا تزال تدرس الكيمياء في المدرسة وفي الدار ورقم ثلاث طبعا هي في الحصن الاولى في عمان رقم ثلاث بنت صغيرة اسمها مرام ومرام هي حلوة كويسة يعني مليحة تشبه اختنا فدرست زي ابوها لغه انجليزيه وجوزها مهندس تكييف تبريد هناك والحمد لله عايشين يعني بسعاده وهناء وعلاقات طيبه وإلهم جذور كويسه جدا في عمان وهو فاتح كمان مؤسسه في الامارات بساعد الاولاد والبنات وفي عنده حفيد الان هو ساكن بالحصن اشتارت امه بيت كبير وهو الآن موجود فيها برضه مهندس سنة الثاني بعد شاب صغير في جامعة التكنولوجيا وكمان إن أحفاد اثنين مهندسين واحد في التطبيقية في عمان وواحد في التطبيقية هنا ابن بنتنا ميسب الحصن هذه كانت هي الدرجات اللي الانسان يتامل انه يامن اسرته اللي هم سواء صبايا او شباب حتى هم يكونوا قادرين بالمستقبل ان ياخذوا فكره كيف والدي وكيف والدتي استطاعوا ان يثمروا هذه الثمره ونحن نحتذي بما كان يقدمه والدنا وبما كان يقدمه تقدم اسف ايش والدتنا وهم صحيح يعني يكنوا لنا ونحن لكن لهم كل احترام وتقدير وعطف وحنان في تكوين كل من الثلاث السابقين والرابع ابن أشرف أسرة عائلية ممتدة نقصد بها ممتدة ليست بس يعني أقاربه نعم. إلى الأكثر ولغاية الآن الحمد لله حققنا قسم كبير من آماننا وطموحاتنا ولم يبقى علينا الآن أي طموح إلا هو أمني من رب العالمين أن يوفق ابننا في آه طبعا في عمله وزوجته وحفيدتنا هناك وأن يوفق أيضا بناتنا كل وعائلتها وأسرتها وزوجها وهذا أكبر طموح بالنسبة لي أنه أشوف عائلة من أسرة بنات لي وشب لي بقدر لا زالوا الأب والأم وهذا فخر كبير وقل ما نحصل عليه في الوقت الحاضر ننتقل الى الجانب الوطني دكتور فضل. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله ماذا ستقول له؟ طبعا انا التقيت بصاحب الجلاله قبل اربع سنوات فاجا صاحب الجلاله الى الحصن كان ناوي ونوى واكمل الصحيح النيه بدو عايد اهل الحصن فكنت انا من يعني كلمة أنا طبعا ما بحبهاش كنت مدعو في سبيل أني أستقبل جلالة الملك فكان عدد المدعوين قبل ثلاث سنوات بحدود يعني تقريبا سبعين إلى ثمانين وفي منهم كمان يعني هي مزدوجة من سواء كان مسلم أو مسيحي وكان في بطاركة ومطارنة وشيوخ ما ذلك لا تتعدى العملية عن حوالي يعني مئة شاب وشابة وشيخ وكانوا وما شابه ذلك فكانت انطلاقه يعني رائعه جدا انه شاب في ريعان عمره عنده افكار انه يعمل على تعميق العلاقات بين المسلم والمسيحي وحتى لو اي انسان اخر من اي طرف ديني ان ننبذ الطائفيه وان ننبذ العنف وان ننبذ الحسد والغضب والكراهيه وان ننطلق الى البداية الصحيحة اللي لم الشمل لم نفرق بالأردن بواسطة جلالة الملك المعظم ونفتخر بالعالة الهاشمية اللي أورثتنا هذا الشاب النبيل الذي لا يألو جهدا في نومه إلا وأن يفكر بماذا يفعل لإرضاء وطنه رغم أنه إحنا بلدنا صغير في عدد السكان ولكن الحمد لله كبير جدا في شبابها وفي شاباتها والمثقفين والمتعلمين وكل واحد له دور كبير واستطاع ان ايضا يتساعد مع الاسره الهاشميه وجميع الاسر الاخرى حتى نحافظ على الامن والاستقرار في هذا البلد فوجود كان جلاله الملك والامير حسين قبل ان يتولى العهد قبل اربع سنوات كانت يعني طله رؤية واضحة إلى المجتمع الأردني أنه يعايد المجتمع المسيحي وضمنا الإخوة المسلمين فكانت هذه لفتة تؤيد العرش الملكي وتؤيد الانتماء وليس العرش فقط تأييدك العرش لمحافظته على البلد أيضا الذي ينتمي على هشمي ينتمي إلى تراب الوطن ومن هنا تنبثق جذور الامن والاطمئنان والسلام بين جميع الاطراف سواء كان في الجنوب او الشمال او الشرق او الغرب ونحن هنا جميعا يعني آه نقدر جهود جلاله الملك الذي ينطلق تقريبا شبه يومي إذا لم يكن اسبوعي ممكن وهو يتجول بين أنحاء العالم سواء كان العالم العربي أو العالم الإسلامي أو, أو, الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي إلى أن يضحي في حياته وهي ليس بالسهل أن يغادر صاحب الجلالة أو أي رئيس جمهورية لخدمة وطنه لأنه تعرض كثير من الرؤساء إلى الاغتيال ولكن جلالته كان يضحي ولو لا سمح الله كان يفكر ولم يفكر بهذه المنطقه الا ان انا اجتهد حتى ابني اسره طامحه كل جميع دول العالم دول الاردن الاردن هو الاردن الوطن المميز بابنائه والانتماء الى الاسره الهاشميه ومن ثم الانتماء الى الوطن والتالف والمحبه ليام السلام والانسجام والوئام بين جميع اطراف الشعب الاردني، وهذه مفخره انه يعمل رئيس جمهوريه او ملك لخدمه ولطه عفوا بلده متنقلا ليلا نهار حتى يكسب المواطن ليس الرضا حتى يكسب الحياه الكريمه والسعيده والاخص الحياه الامنه من الجماعه كما اطلق عليها جلاله ملك الخوارج وهم الذين كانوا عباره عن قشور بالنسبه للاردن وننقل تحياتنا لقوات الجيش الاردني وهو الجيش العربي وليس اردني وتحياتنا واكبارنا واحترامنا الى جهود مدراء الامن والدرك وجميع افرع الجيش المنتشرين ليل نهار لشعار الاردن نام مستريح واكل وانت مليح نعم. هاي انا بقولها ايش عباره نام مستريح واكل انت مريح لانك انت في وصايه وهذه الوصايه تعني انك عليك الحمايه اولا من الرب ثانيا من الحاكم الشاب جلالة الملك المعظم ما شاء الله عنك دكتور لمين بتحب توجه رسالة شكر أخيرة عبر فضائية الجلسات الأردنية طبعا أول شيء أنا بحترم فئة الشباب، الشباب لا تعني الشباب، تعني الصبايا والشباب الآخرين. فمن هنا أنا بقول بحي الشاب الطموح على أن لا بعد التخرج من الجامعة أن يتقاعد في بيته وينتظر فرصة عمل حتى يجلس أمام طاولة وتلفون و. يتامل في يوم الايام انه في وظيفه لا شك في الزمن القديم كنا نحصل على وظائف قبل 40 سنه و50 سنه و30 سنه وظائف كانت موجوده لكن الان في عندنا في المجتمع الاردني للاسف ولكن عمال هي ظاهره ولكن تتضائل رويدا رويدا آه اللي هي ثقافه العيب واذا استطعنا انه نتامل في الان في بعض الشركات وفي بعض المولات وفي بعض المكاتب الاخرى نرى ليس شابا الى الوطن لا ليس شابا لنفسه اسف انما يعمل كمراسل او كاذن يفتخر بهذه الرساله حتى يعتاش ويكون اسره ولا يعتمد على الاخرين ولا ينتظر المده اللي ان يتوظف في ديوان الخدمه المدنيه فان شاء الله ثقافه العيب لا, لا يمكن أن تنتهي هي ظاهرة وليس عادة ولكن نتأمل من المثقف الجامعي الذي أنهى دراسة الجامعية أن لا يبقى خاملا في بيته بل يبحث ليل نهار ولا يكن عن نفسه في اتصاله أي اتجاه عيشوي لنفسه ولأهله بضرب مثال في إذاعة الرؤية قبل أربع سنين في برنامج اسمه الهواة بما معنى أن يغني أو أن يرقص أو أن يمثل فشايفهم تماما يعني وقديش هاي بعمل فيها يعني رؤية للشباب العاطلين عن العمل فطلع شاب كان طبعا المسؤولين مجدو تعرفوهم إذا بسميهم سمعة إحجازين وأمل الدباس ودكتور اسمه الدكتور هاني إيش ما بعرفش كانوا على التحكيم طلع شاب غنى صفقوا له قالوا لو سمحت بدنا نتعرف عليك قال لهم انا فلان طبعا اسم ناسي شو شهادتك الجامعيه قال لهم انا بكالوريوس محاسبه ما هو عملك عمله طبعا الاستوديو يظهر انه معد لما يحدث فيما بعد عمله اتجه الى زاويه من زوايا الاستوديو واحضر مكنسه طبعا نظيفه مش مستعمله قالوا انا حتى امامه انا افتخر ان اكون عامل وطن بشهادتي في امانه عمان الكبرى ولا ان اظل جالس في بيتي انتظر فرصه العمل وهذا لي الشرف الكبير اني اخدم ابناء بلدي سواء كنت موظف ما في موظف كبير انا برايي كما قال جلاله الملك كلمه رائعه جدا جئنا لنخدم ولا لنخدم بما معنى انت وزملائك الان وانا لقبنا الصحيح الخدمة والخادم مأخوذة ايش من الخدمة يعني ليست كلمة معيبة اذا انا اللي عندي هنا البنت اللي بتشتغل في البيت لا يمكن نقولها كلمة خادمة عاد المؤاخذة انما من من ناديها من من ابنتنا لو سمحتي كذا كذا فالعمل الشريف هو عمل شريف نظيف خالي من العيوب وان لا يبقى الانسان قابعا سواء شابه او او شاب قابع في بيته ينتظر تليفون من ديوان الخدمه المدنيه وباب الرزق مفتوح اذا كان الانسان مجتهدا ومكافحا ويبحث عن فرصه عمل والا يياس ولا ان يكون عنده اي نوع من القنوط وهذا اللي هو انا الرساله بوجهها للصبايا والى الشباب المتخرجين في الجامعه وان شاء الله تلقى اذن صاغيه عند الشباب والشابات ان شاء الله اعزائي المشاهدين وفي نهايه هذا اللقاء نود ان نشكر الدكتور امين على حسن استضافته لنا وعلى امل اللقاء بكم مجددا نورت شاشتنا دكتور يسعد مساك أه الله يطول عمرك يسعد مساكي ويسعد مساء الاخوان وانتم ابنائنا وليس بس موظفين لكن كل انسان بحب انه دائما انا بحب دائما اشكر رساله التربيه اللي لولا الرساله لما انت وصلت الى هذا العمل المشرف والاخ, والأخ والاخت وانا واحد منكم انا خلاني اعرف احكي اللي هي رساله التربيه والتعليم اللي وصلتني الى قمه النجاح والحمد لله وانتم من رساله التربيه طبعا